والآن مشاهدينا الكرام نتوجه لمتابعة تطورات ملف جهود الدولة في إجلاء المواطنين المصريين والرعايا الأجانب من السودان مع الزميل هشام عبد التواب من استوديو إكسترا نيوز في أسوان. هشام أرحب بك معنا، إذا تفضل. نعم نانسي، أهلا بك وأهلا بيارا وأهلا بكل مشاهدي إكسترا نيوز في هذه الإطلالة الأولى استوديو إكسترا نيوز من هنا من مدينة أسوان. لازلنا نتابع معكم جهود الدولة المصرية في إجلاء المواطنين المصريين والرعايا الأجانب من السودان. أحلى فرحة، فرحة فرحتها في حياتي. احنا بنشعر بالفخر كل ما نروح اي حته في العالم، بنشعر بالفخر ان احنا مصريين. كنا واثقين في القياده السياسيه وعارفين ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي حافظ على اولاده، حافظ على ابنائه، بيروح يجيبهم من ارض النار. الحمد لله رب العالمين، احنا ما كناش متخيلين ان الطياره الحقيقيه تجينا في الحته دي. انا واثق ان انا ورايا مؤسسات قويه جدا هي اللي جابتني هنا. بلد الزمان ما قدرش ياخد من شبابها، بلد اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها. كل ربنا يخليك ويطول عمرك ودايما متواضع ودايما تشوف الغلبان قبل الغنيان. البلد اللي فيها قائد وجيش يطمن اهلها ويعيش. حضن الغريب وقت التعب، بلد اللي فاتحه للعرب والدنيا بابها. ونبدأ مشاهدينا بمجموعة من الأخبار، حيث تواصل الدولة المصرية بكافة أجهزتها جهود إجلاء المواطنين المصريين والرعايا الأجانب من السودان مع توفير كافة سبل الراحة والأمان والرعاية الصحية للقادمين. حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن توجيهات الرئيس السيسي لكافة جهات الدولة كانت تعطي الأولوية لتأمين العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذا توفير كل ما يلزم من خدمات على المعابر البرية بين البلدين، معربا عن تطلع مصر لسرعة عودة الأمور إلى طبيعتها حفاظا على مقدرات هذا البلد الشقيق. وخلال ترأسه اجتماعا موسعا لبحث الإجراءات التي تتم للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، أشار مدبولي إلى أن كافة الجهات المعنية بالدولة تتابع على مدار الساعة تطورات الأحداث الجارية في السودان الشقيق في ضوء التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتلك الأحداث على مصر، وفي ضوء علاقات الأخوة والأواصر التاريخية والأزلية التي تربط شعبي مصر والسودان. وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء باستمرار انعقاد مجموعة الأزمة لمتابعة المستجدات، مؤكدا ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالسودان، وأن مصر تقف بجانب السودان وشعبه الشقيق في أزمته الجارية.
ونتابع معكم أيضا مشاهدين. استقبل وزير الخارجية سامح شكري السفير دفع الله الحاج علي مبعوث الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني. وقال المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، قال إن المبعوث السوداني نقل إلى وزير الخارجية رسالة شفهية من البرهان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في السودان، مقدما الشكر لمصر على استقبالها للمواطنين السودانيين الفارين من نيران الحرب. وهو ما عقب عليه وزير الخارجية بأن توجيهات الرئيس السيسي لجميع أجهزة الدولة المعنية منذ اليوم الأول هي توفير أكبر قدر من الرعاية وحسن الضيافة للأشقاء السودانيين. وكشف السفير أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية أعاد التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت والمعلن منذ اليوم الأول للأزمة السودانية، والداعي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا على دماء أبناء الشعب السوداني الشقيق، وأهمية التزام جميع الأطراف بتثبيت الهدنة وعدم خرقها لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة الإنسانية وتضميد الجراح وبدء حوار جاد يستهدف حل الخلافات القائمة. هذا ونجحت الدولة المصرية، نجحت في إجلاء 6960 مواطنا مصريا من السودان من خلال المعابر البرية بين البلدين. وفي بيان لوزارة الخارجية قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال إنه تم إعادة 561 مواطنا مصريا بالسودان خلال يومي السبت والأحد في إطار خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان. ونتابع معكم أيضا مشاهدين، تواصل المعابر المصرية أرقين وقسطل استقبال المواطنين ورعاية الدول الأخرى القادمين من السودان. واستقبل معبر أرقين العديد من المواطنين التابعين لعدة دول في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف تواجد الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف. ونتابع معكم أيضا مشاهدين، في قرية وادي كركر بمحافظة أسوان جنوب مصر تم إطلاق العديد من المبادرات لتوفير سبل الراحة للأسر السودانية. ويشهد موقف كركر الدولي على مدار الساعة أعداد كثيرة من المسافرين عبر معبري قسطل وأرقين الدوليين. صحينا كده على الصبح لقينا انه الحرب دايره يعني في العاصمه في الخرطوم، ونحن في وادي حلفه يعني بصراحه بشكل يعني مخيف، شكل حاجه كده يعني مرعبه بصراحه. من ساعه ما نحن شفنا الحرب وقاعدين على التلفزيون حاجه كده يعني بصراحه، يعني الواحد لما يشوف المشاهد بيكون مفزوع يعني بصراحه. كنا خايفين طول اليوم طول النهار، كل بالساعه والدقيقه والثانيه نحن على التلفزيون بنشاهد يومي يعني خلاص. بعد كده بقينا ايه بقينا نغرر انه نحن لازم ايه نسافر يعني نخلي البلد نقوم على طول. والمصريين يعني مش قصروا معانا، وانا بقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، يعني بارك الله في الرئيس السيسي، الرئيس مش يعني مؤثر مع السودانيين. في شرايح مجان على طول، رحنا طلعنا الشريحة ومكالمات أسبوع يعني على السودان فقط، بنتكلم مع أهلنا يعني مطمئن عليهم. اللي بيحصل ده في جهات مش معروفة هي بتسرق المخازن وبتحرق المصانع، فمن ناحية الاقتصادية طبعا احنا خفنا بصراحة، فقررنا انه لازم نطلع من المنطقة دي. وفعلا ده اللي حصل بعدين، انه ابتدى في غلاء في الأسعار بصورة جنونية، لانه التاجر في وادي حلفه لما تخلص منه اللي تحت ايده من مواد تومينيه هيرجع للخرطوم يجيبها، والخرطوم ذات نفسها مش لاقي حاجه. فتم يعني انا اعتبره اباده لكل ما يلزم من تموين ومن مواد اقتصاديه بتهم المواطن مباشره، تم نهبها
وتم ما لم يستطيعوا أن يحملوه تم حرقه. حالة صعبة، حالة صعبة شديد، الموت والجثث مرمية، أهو طوائي بيضرب الناس في هنا، يفتح هنا يوقف العربية يشيل الموبايلات ويشيل القروش ويدوك الرصاص يضرب طوال على طول. كنت خايفة من الحرب عشان كده جيت مع أهلي وحبيت مصر، هم كان بيكتلوا الناس وحتى في العيد كمان ما كنا خايفين وخلينا المدرسة وجينا ما امتحنا. عندنا في مصر ما فيش حاجة اسمها لاجئ زي البلد التاني، ما عنديش ناجح، احنا ابن بلد، مصري سوداني ما ابن بلد، سوري ابن بلد، ليبي ابن بلد، ما عندناش لاجئ احنا، البلد الوحيد ما فيش لاجئ مصر. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز زميلنا عوض الغنام من معبر قسطل، أيضا ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز زميلنا كريم رجب من قرية وادي كركر. وسأبدأ معك عوض، ما هي الصورة لديك الآن؟ صف لنا المشهد. نعم هشام، سأترك الكاميرا الآن هي التي تنقل لك المشهد هنا داخل هذا المعبر الذي بات هو المعبر الأهم، المعبر البري الأهم على الإطلاق ما بين الحدود المصرية السودانية، وهنا نتحدث عن معبر قسطل. هذه البساط كما ترى الآن هي تأخذ مواقعها استعدادا للمغادرة والتحرك إلى البوابة الرئيسية، ومنها تنطلق إلى العبارة التي ستنقل كل هذه البساط على مدار الساعة نحو مدينة أبو سمبل حيث هناك مرسى أو ميناء، ومن بعدها ينطلق كل هذه البساط نحو أسوان. بعد هذه البساط ستنطلق مباشرة إلى القاهرة، لكن أغلبها سيكون نهايته فقط عند أسوان بعدما أن حصل على نمر مصرية. هناك تغير حصل، كنا خلال الأيام الماضية طوال الوقت نتحدث عن الارتفاع الباهظ في أسعار الانتقال واستغلال ذلك من خلال الظروف السيئة التي يمر بها السودانيين القادمون من بؤر الحرب وتحديدا في الخرطوم. التحول الذي حدث بالأمس من قبل والي الولاية الشمالية في السودان الذي طلب من الباصات العائدة من القاهرة نحو الخرطوم أن تعود مرة أخرى ولكن بتسعيرة جديدة نحو $40 بعدما أن كانت وصلت في السابق إلى ما يقترب من $500، وهو يمثل عبء كبير على موازنة هذه الأسر لأن ظروفها سيئة للغاية مع تداعيات الحرب التي ازدادت مع العشر الأخير من شهر رمضان، وبالتالي هذا تحول نسبي يرى هؤلاء السودانيين القادمون وكذلك الرعايا الأجانب والمصريون بناوا تحول إيجابي مهم للغاية. المهم أن الخدمات التي تقدم من كل الجهات المصرية مستمر لم يتوقف بل ازداد. رأينا في المشهد اليوم عدد من المبادرات القادمة من أبو سمبل تحديدا ومن أسوان لتقدم بعض الدعم هنا وتحديدا الوجبات الجاهزة، ومنها مشيخة الأزهر الشريف وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني التي باتت حاضرة بشكل كبير للغاية في هذا المشهد بعكس ما كنا نرصده في أرقين أو حتى في الأيام الأولى عقب وصولنا إلى هذا الميناء. هناك أريحية، يعني من يأتي الآن من الجانب السوداني يشعر بقدر كبير من الارتياح بعيدا بطبيعة الحال عن الارتياح النفسي والمعنوي الذي يلقى مجرد أن يعبر البوابة وبوابة الحدود المصرية. وكما كنت أتحدث في الخدمة السابقة الإخبارية السابقة على أن بوابة قسطل فيما قبل هذه الأحداث التي مرت بالسودان مؤخرا كانت تسمى أفريقيا، بوابة أفريقيا وليس بوابة السودان، لأن الجزء الأغلب من الصادرات المصرية التي كانت تصل إلى أفريقيا كانت تعبر من هذا المجال أو من هذه البوابة إذا كانت تذهب إلى السودان أو تشاد أو مالي أو النيجر، كل دول الصحراء الأفريقية وما بعدها كانت تعبر هذه البوابة. هذه البوابة الآن يسميها الناس أو تحديدا القادم من السودان ليست بوابة أفريقيا ولكن يطلقون عليها بوابة الحياة وبوابة النجاة، لأن وصولهم إلى مصر يمثل لهم بداية حياة جديدة. ما زالت الأخبار المفزعة السيئة السلبية القاتمة قادمة من السودان حيث الواقع هناك يزداد سوءا رغم وجود الهدنة السادسة، يأملون في هدنة تستمر دون أن يكون فيها تبادل لإطلاق النار لأن ذلك سيتيح الفرصة وسيعطي فرصة قوية لمن ما زال لديه فرصة للهروب أو الخروج من الخرطوم تحديدا أن يأتي إلى هنا إلى هذا المعبر أو غيره. المعبر الذي كان يأتي في التراتبية بعد معبر أرقين وقسطل هو بور سودان كميناء بري وجوي، الآن بات هذا المعبر يعني يحتوي على قدر كبير للغاية من المسافرين وبات يمثل عبء كبير لأن قدراته في البداية كانت محدودة للغاية إذا كنا نتحدث عن كونه ميناء بحري.
بحريا او ميناء جويا في ضوء الطلعات الجويه الكبيره التي مرت من كل عواصم العالم نحو هذا الميناء، فبالتالي كل الاعين على ان تتوجه نحو هذا الميناء، ميناء قسطل ومعه ارقين الذي لا يقل كفاءه. كل مؤسسات الدوله تتعاون. يعني عوض، انت تحدثت عن نقطه في غايه الاهميه عوض، يعني انت تحدثت عن خدمات كثيره تقدم في قسطل عوض الان لكل القادمين من السودان، حدثنا عن ردود الفعل حول كل هذه الخدمات التي تقدم وايضا الوقت الذي يقضوه هؤلاء في عمليه الاجراءات للخروج من المعبر. وقت قصير، وتحدثنا في ذلك في الخدمات الإخبارية السابقة عبر أيام طوال بأن الوقت بات الآن مختلفا عن الأيام السابقة. هناك قدر كبير من السهولة والمرونة في الحركة، وبالتالي بعدما أتيح مساحة زمنية أكثر لهذا الميناء، ميناء قسطل، لأنه قريب للغاية، وتم أيضا إمداد هذا الميناء بعدد من العبارات أكثر ومد المساحة الزمنية للعمل بعكس ما كان معمولا به في السابق، كل ذلك سهل الأمر. أما عن الإحساس والمشاعر فأغلبها إحساس بالشكر والاحترام والتقدير للدولة المصرية التي حوت أو احتوت هؤلاء الذين جاءوا من هذه الأزمة، وأغلبهم كان لديه تجارب في السفر إلى مصر ويشعر بالحنين دوما، وبالتالي لديه إقامة، فكل هذه الأمور هم يرون بأنها قدر كبير من المسؤولية من الدولة المصرية، لأنها هي الدولة الكبرى وهي بوابة كل العرب. فما ذهبوا إلى بلد، لم يذهبوا إلى أفريقيا الوسطى، لم يذهبوا إلى جنوب السودان، لم يذهبوا إلى أثيوبيا، لم يذهبوا إلى تشاد، وإن كان هناك جزء ذهب إلى تشاد لوجود الصراع القائم الآن للأسف في دارفور، وهذا ملف جديد في الأزمة السودانية، لكن الأغلب والنسبة العظيمة والأغلب هي التي تأتي إلى المعابر المصرية، ليس فقط السودانيين ولكن أيضا الرعاية الأجانب، لأننا نتحدث عن رعاية كثر وليس فقط فرادى أو مجموعات صغيرة، وكما كنا نتحدث لا مفر من الذهاب من السودان إلا عبر ميناء بور سودان، وتحدثنا بالتفصيل على أن هذا الميناء كميناء جوي أو ميناء بحري هو مترهل وضعيف وخدماته قليلة لا تستوعب هذا القدر الكبير من الخارجين من الخرطوم، فبالتالي بات هذا المعبر هو يمثل البوابة الأهم وطوق النجاة الأعظم. إذا ما تحدثنا هنا بالتفصيل عن الرعاية الأجانب، الطائفة الأكبر من الرعاية الأجانب هم من الفلبينيين، ولا أدري لماذا، لأن رأينا عبر الأيام الماضية منهم جماعات متعددة يذهبون ويأتي غيرهم، والقنصل الفلبيني له عدة أيام وهو يبيت لياليه هنا للمتابعة الحسيسة. يأتي في التراتبية الصينيين، هناك حضور قوي في المشهد الصيني، لأن عدد كبير من المشاريع الصينية في السودان كانت عبر سنوات، نتحدث عن أكثر من 120 مشروعا كبيرا للصين في السودان، هذا معناه أن هناك جالية كبيرة من الصينيين، حتى أمس هم كانوا يعبرون ورأيناهم ورصدناهم في صورة خاصة لإكسترا منذ عدة أيام في معبر أركين، فالجالية الصينية في السودان متواجدة بشكل كبير. لكن الملمح الأهم هو جالية للفاتيكان، تعلم أن الفاتيكان هي دولة، هي الأصغر دولة في العالم مساحة وسكانا، نتحدث تقريبا عن سكان هذه الدولة لا تزيد عن 1000، فكان هنا السفير الفاتيكان بالأمس وبات ليلته للمتابعة. النقطة الأهم أيضا هو الدعم الذي لا يتوقف من خلال مبادرات أعلنت من قبل بعض الأهالي في أبو سمبل، لأن من يريد أن يعبر من أهل السودان ولا يجد مكان، الأبواب أبواب البيوت قد فتحت لهؤلاء الناس ليتم استيعابهم والمبيت في أبو سمبل، ثم بعد ذلك المغادرة مباشرة إلى أسوان. أما عن عدد المصريين فقل نسبيا مقارنة بالأيام الماضية، لأن الطلعات الجوية الكبيرة المتعددة التي لم تتوقف اقتربت من 30 طلعة كانت تستوعب قدرا كبيرا حتى الوصول إلى مطار شرق القاهرة. هذا هو ملخص المشهد هنا هشام في ميناء قسطل، الميناء البري الأهم الذي باتت كل الأعين تتوجه إليه ككثافة وعبور نسبي مختلف عن الأيام الماضية بشكل كبير للغاية. وأترك معك صورة الآن من الجانب الآخر للبوابة المعاكسة لك. القديمة من أسوان. شكرا جزيلا لك زميلنا عوض الغنام مراسل اكسترا نيوز من معبر قسطل. ومشاهدينا لتتضح الصوره اكثر ننتقل ايضا الى زميلنا كريم رجب مراسل اكسترا نيوز من قريه وادي كركر. كريم، ما هي الصوره لديك؟ صف لنا المشهد.
نعم هشام، يعني بين لحظة وأخرى تتوافد أعداد كبيرة من الشاحنات القادمة من معبري قسطل ورقين الدوليين، وتقل على متناء أعداد كبيرة من الأسر السودانية التي قررت الفرار من جحيم الصراع والمعارك المسلحة في السودان، قادمة إلى هنا إلى قرية كركر وهذه القرية التي تستقر فيها هذه الشاحنات، بالإضافة أيضا إلى بعض الجنسيات الأخرى التي تقلها هذه الشاحنات. بمجرد وصول هذه الشاحنات تكون هناك حركة دؤوبة من جانب الشباب المتطوعين هنا في هذا الموقف الدولي الذي نتواجد فيه الآن، وهؤلاء الشباب معنيين بتقديم الخدمات المختلفة سواء كانت في تقديم الوجبات الساخنة المشروبات الباردة ولا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن انتشار الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة وانتشار سيارات الإسعاف هنا بجانب فرق الهلال الأحمر الذي تقوم بتقديم المساعدات والإسعافات الأولية، بجانب الدعم النفسي والمعنوي، خصوصا أن هناك قسوة في المشاهد التي شاهدها الفارون من جحيم الصراع هناك وجاءوا إلى هنا إلى مصر وهو كتبت لهم النجاة كما يقولون عند عبورهم لمعبري قسطل أو أرقين الدوليين، وبالتالي يحتاجون إلى مزيد من الدعم النفسي والمعنوي، وهذا أيضا يتوفر هنا في هذا الموقف الدولي لا سيما مع وجود أعداد من الفرق التأهيل النفسي والمعنوي حتى يقوموا بتأهيل هذه الأسر السودانية التي فرت من جحيم الحرب، ولا سيما الأطفال التي لا تزال هذه المشاهد القاسية عالقة في أذهانهم ولم تفارقهم يعني وربما تستمر معهم خلال الفترة القادمة. البعض أيضا جاء من مدن سودانية غير الخرطوم لأن تداعيات الصراع هناك وصلت إلى كافة أنحاء دولة السودان، خصوصا التداعيات الاقتصادية وشح الموارد وشح الأغذية، بالإضافة أيضا إلى شح الأدوية. كل هذه الأمور أسهمت بشكل كبير على ضرورة اتخاذ قرار الفرار من السودان مرورا على مصر ومن ثم وجهات أخرى مختلفة. كنا قد التقينا نعم داخل كريم. قرية كركر شمع كريم عن نقطة في غاية سودانية الأهمية. وتم استضافة نعم أنت تحدثت نعم. عن نقطة في غاية الأهمية وهي المتطوعين الموجودين في وادي كركر في وادي كركر هذه القرية، هل هم من أهل القرية وكيف يتم استقبال كل من يأتي من أهل القرية أنفسهم كريم؟ يعني داخل الموقف الدولي لقرية كركر لقرية وادي كركر تتواجد أعداد كبيرة من المتطوعين من كافة أنحاء محافظة أسوان، ولكن هناك على الجانب الآخر داخل القرية عند المنازل الخاصة بهذه القرية هناك أيضا أعداد من المتطوعين من أبناء هذه القرية تحديدا، والذين خصصوا نحو 15 منزلا لاستضافة الأسر السودانية التي قررت المكوث هنا في هذه القرية لعدة أيام أو لفترة قصيرة حتى تحديد وجهتهم المقبلة سواء إلى القاهرة أو حتى خارج حدود المحافظات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية. كلها يعني خلال هذه الاستضافة يتم استضافتهم مجانا ويتم فتح هذه البيوت مجانا وهم يتقاسمون معا العيش داخل هذه البيوت، بالإضافة أيضا إلى تقاسم ما تجوب به الحياة داخل هذه البيوت، بالفضلا عن تقديم الإعانات المختلفة من جانب المتطوعين في هذه القرية، وكل هذا بالجهود الذاتية، فضلا عن ملحمة أخرى تقدم هنا داخل موقف كركر وادي كركر الدولي من خلال منظمات المجتمع المدني والتي تنتشر من خلالها أعداد كبيرة من المتطوعين هنا في هذا الموقف لكي يقوم بتقديم الخدمات المختلفة سواء من دعم نفسي أو دعم معنوي أو حتى دعم طبي، وهناك أيضا إشادة كبيرة من جانب السودانيين القادمين هنا عبر هذا يعني إلى موقف وادي كركر بالخدمات والإعانات التي قدمت لهم من خلال الشباب المتطوعين هنا مجرد الوصول إلى هذه النقطة. إليك يا هشام. شكرا جزيلا لك زميلنا كريم رجب مراسل إكسترا نيوز من قرية وادي كركر، شكرا لك على كل هذه المعلومات وهذه المتابعة. ونتابع معكم أيضا مشاهدين، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر أن مركز خدمات الإغاثة الإنسانية التابع للهلال الأحمر
قدم ما يزيد على 20,000 خدمة للعابرين القادمين من السودان عبر معبري أرقين وقسطل. وأشار رامي إلى أن تلك الخدمات تضمنت المواد الغذائية الجافة وأيضا حقائب النظافة الشخصية، فضلا عن تقديم خدمات الدعم النفسي للكبار والأطفال، وذلك بالإضافة إلى تسهيل إجراءات السفر وتقديم وسائل الاتصال التليفونية والشبكية بين العابرين من خلال المعبر من مختلف الجنسيات وبين ذويهم. كما قدمت الفرق الدولية كذلك خدمات الإسعافات الأولية للعابرين وتدبير وسائل مواصلات تمكن العابرين من الوصول إلى الجهة التي يرغبون في الوصول إليها، بالإضافة إلى إعادة الروابط العائلية. إذن مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا حتى الآن في هذه النافذة من استوديو إكسترا نيوز في مدينة أسوان، ونعود مرة أخرى إلى الزملاء في الاستوديو. عودة إليك نانسي.